بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو دماء الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمروا بما تأمرون الناس به، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله، أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم؟ فتنتبهوا من رقدتكم وتتبصروا من عنايتكم. وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون، فعيرهم الله عز وجل. وكذلك قال السدي. وقال ابن جريج: أتأمرون الناس بالبر؟ أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة ويدعون العمل بما يأمرون به الناس، فعيرهم الله بذلك. هذا من فقه التابعين رضي الله عنهم، أنه إن كانت الآيات في خطاب بني إسرائيل إلا أنها يقصد بها كذلك هذه الأمة. ولذا قال ابن جريج: والمنافقون، هذه خاصة من خصال النفاق تحصل في هذه الأمة. فكل ما ذم الله بني إسرائيل في القرآن فهو لنا، أي من فعله منا كان مذموما كما ذموا، فإن الله لم يذمهم بأسمائهم وإنما ذمهم على أفعالهم، فمن فعل تلك الأفعال فالله عز وجل يجازيه نفس الجزاء ويذمه نفس الذم ويعيره نفس التعيير. يقول: فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة. وقال محمد بن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد الزبير عن ابن عباس: وتنسون أنفسكم، أي تتركون أنفسكم. النسيان هنا بمعنى الترك، لا يلزم أن يكون بمعنى الذهول أو الغفلة، وحقيقته أنها تنتهي إلى غفلة. يمكن للإنسان في أول الأمر أن يكون فعلا متعمدا لترك نفسه، ونفسه تحدثه كيف تأمر الناس وتنهى نفسك وتترك نفسك، كيف تنهى الناس عن المنكر وكيف تأمرهم بالبر وتنسى نفسك، ثم بعد تترك نفسك يعني لا تأتمر، ثم بعد حين يزول التذكر ويصدق الإنسان كذبته في أنه داع إلى الخير.
أو أنه من الدعاة إلى الله، أو أنه صادق الالتزام يصدق كلمته كما هو حال أهل الكتاب اليوم، يظنون أنفسهم أولياء الله، صدقوا الكلمة مع أن بداية أمرهم الكفر بالله عز وجل، وكانوا يعلمون أنهم يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما معهم من التوراة والإنجيل، ومع ذلك أصبحوا الآن يصدقون أنفسهم أنهم أهل الولاية. وهكذا المنافقون يعلمون في أول أمرهم أنهم مكذبون بما جاء به الرسول، محاربون له، ثم تخدعهم أنفسهم وشياطينهم حتى ينسون ذلك ويظنون أنفسهم على الحق والهدى، وأنهم حماة الدين وربما المدافعين عنه، أنهم مدافعون عنه، نعوذ بالله. فالأمر يبدأ بالترك، النسيان بمعنى الترك، ثم يتحول الأمر إلى نسيان حقيقي ينسيه الله نفسه، فلا يعمل لها ولا يعظها ولا يهذبها ويتركها مأوى للشياطين والعياذ بالله. قال تعالى: وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة وتتركون أنفسكم. قال ابن عباس: تنسون أنفسكم أي تتركون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة، أي من العلم بالنبوة والعهد من التوراة، أي العهد الذي أخذ عليكم في التوراة أن تؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أشبه الأشياء بالسياق، لأن الآيات قبلها: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، يعني يكتمون محمدا صلى الله عليه وسلم، يكتمون شأنه الذي يعلمونه من التوراة وأنه صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم أنه رسول الله، فكتموا الحق. فأتأمرون الناس بالبر أي بالإيمان، تنسون أنفسكم أي فلا تؤمنوا أنتم، أنتم تكفرون بما في التوراة بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي، وتنقضون ميثاقي وتجحدون ما تعلمون من كتابي. ولكن سبب النزول لا يخصص العموم، سبب النزول في أهل الكتاب في شأن كتمان أمر محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يأمرون الناس بالبر والإيمان وهم ينسون أنفسهم فيكفرون، ولكن الآية عامة في كل من أمر بمعروف ولم يأتمر به، وفي كل من نهى عن منكر وفعله. قال الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية يقول: أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة وتنسون أنفسكم؟ وهذا كان موجودا عندهم، كالرجل اليهودي الذي قال لابنه الذي كان في مرض موته، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال له أسلم، فنظر الرجل نظر الفتى إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم، فأسلم الغلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألو أخاكم؟ فسد عجبا، هو لا يمتثل وفي نفس الوقت يأمر ابنه، يخاف على ابنه أكثر من نفسه، يأمر ابنه بالدخول في الإسلام ولا يدخل هو. فسبحان الله كيف كان حال هؤلاء، ليس عندهم عقل، أفلا تعقلون، ليس عندهم أي إدراك ولا عقل، لو كانوا يعقلون لا امتثلوا، دليل على انعدام العقل عند من يأمر الناس بالبر ويسلك نفسه. وروى أبو جعفر ابن جرير عن أبي قلابة في قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس، وليس كل الناس المقصود، هذا من العام الذي يريد به الخاص، أي يمقت المخالفين لشرع الله عز وجل في ذات الله، أي لأجل الله عز وجل، لأن الله عز وجل يبغض من خالف شرعه، فمن خالف الشرع لا بد أن تمقته، ثم يعود إلى نفسه، والنفس المقصود بها في هذا المقام النفس الأمارة بالسوء، الصفات المذمومة في الإنسان، وليس أنه مأمور بأن يكره ذاته، فإن هذا أمر
مجبول الإنسان على خلافه، أنه يبحث عن مصلحة نفسه، وإنما الإيمان بحث عن مصلحة النفس بالحقيقة، وإنما يمقت نفسه، يعني نفسه الأمارة بالسوء، يمقت دواعي السوء التي في نفسه، يمقت ويكره ما يجد من نفسه من وساوس، وما يجد من نفسه من شبهات، وما يجد من نفسه من رغبات جميئة، فلابد أن تكره ذلك بنفسك كما تكرهه من بقية الناس. فتكره الأفعال القبيحة من الناس، وتكره من يفعل السوء على فعله السوء، وتكره الدوافع السيئة والصفات القبيحة في النفس، وهذا بداية الإصلاح، وهذا أول طريق الإصلاح. وإلا فلو رضيت عن نفسك في كل التصرفات فهذا طريق إبليس، والعياذ بالله، إبليس الذي يقول على كل ما هو فيه من القبح أنا خير منه، أنا الأفضل، والعياذ بالله. وإلا فالإنسان لابد أن يكره من نفسه السيئات، يعني تسره الحسنة وتسوءه السيئة، هذا علامة الإيمان، أنه يضيق من نفسه بأنه فعل السيئة، ويضيق أنه يجد في نفسه دواعي السوء. والذي لا يفتش في نفسه هو مثل تاجر يشتري بضاعة دون أن يقلب، والسوق مليء بالغشاشين، هو السوق أمناء، ده أنت في سوق الدنيا المليئة بالشياطين الذين يبيعون، يبيعون النار، ويبيعون يعني الهلاك والعياذ بالله للناس، ومغطى في غلاف حسن جميل. فالذي لا يفتش ولا يبحث في نفسه ولا يبحث عما فيها، فإنه إنسان يشتري أي بضاعة سوف يخدعه المخادعون، سوف يخدعه تجار السوء الذين يشترون من الناس أنفسهم بمقابل في منتهى الحقارة والدناءة، الذي هو الطعم الحلو الذي في داخله السم، الذي هو متاع الدنيا وفي داخله الهلاك والدمار، والعياذ بالله. قول أبو الدرداء هذا قول مشهور جدا، ولا بد أن يفهم فهما صحيحا، لا يفقه الرجل كل الفقه. إذا الفقه عند الصحابة مش مجرد معرفة إيه؟ مش مجرد معرفة مثلا بعض مسائل الطهارة مثلا والنجاسة ونحو ذلك، الفقه الحقيقي هو في يعني معرفة أمر الله عز وجل جملة وكل ما يلزم، ومن أعظم ما يلزم هو تهذيب النفس الإنسانية. فلا بد أن تحب في الله وتبغض في الله، ومن ذلك أن تبغض، أن تمقت الناس الذين يخالفون الشرع في ذات الله، أي لأجله سبحانه. ثم يرجع إلى نفسه يتفكر كده، فقه عظيم والله عظيم، وأسلوب مهم جدا، إن أصلا أنت تعرف أخلاقك منين. بص في الناس، هتلاقي لما ترجع لنفسك إن أنت عندك نفس ليه، نفس كثير هذه الأخلاق في كثير من بدرجات متفاوتة. أنت شوف لما حد يعملك وحش وأنت هتلاقي نفسك بتعامل نفسك بهذه الطريقة، ولكن على تفاوت. وإن كان أكثر الناس أصلا لا يرون أنفسهم يسيئون أبدا ولا يبحثون عن أنفسهم، فيرجع لنفسه الصفات التي تراها وتمقتها في الناس، ارجع دور عليها في نفسك، سوف تجد في درجات متفاوتة منها، فتمقت هذه الصفات فيها، تمقت دواعي السوء ودواعي الشر وأفعال السوء بالأولى، وأخلاق السوء تكرهها من نفسك. وهنا يبدأ التغيير، تبدأ في تعديل هذه الأخلاق، وتبدأ في ترك ما تكره، ترك ما يكرهه الله عز وجل، لأنك كرهت صفاتك القبيحة في ذات الله. هو ده جهاد النفس، هو ده إصلاحها بالعلم والعمل. في هذه هو أخذها من الآية سبحان الله، إن الإنسان لا ينسى نفسه، أتأمرون أنك به وتنسون أنفسكم، إذ أذنهم على نسيان أنفسهم. فهذا الصحابة استنباطتهم من القرآن عميقة وعظيمة، أنه لابد أن لا ينسى نفسه، لابد أن يفتش في نفسه، لابد أن لا يتركها، كما قال العلماء أنها كالشريك الخوان، يعادل نفسه كالشريك الخوان كثير الخيانة، شريك دائما يخونك إذا تركته، تعمل إيه معاه، ومضطر تقعد معاه، ومضطر لازم الشركة تفضل موجودة، تقعد تحاسبه كل يوم، تقعد تدور على فلوسك كل يوم ورأس مالك، وإلا ذهب به برأس المال. فالنفس الأمارة بالسوء، الصفات القبيحة في النفس الإنسانية، وكما ذكرنا من قبل ما ردها إلى إما أخلاق بهيمية كالأنعام، وإما إلى أخلاق شيطانية
ولا أرض ولا إبليسية. نوعين من الأخلاق الرديئة في النفس الإنسانية، نوع من إلى الشهوات أمين، الطعام والشراب والشهوة الجنسية ونحوها، ونوع إلى الكبر والعلو والفساد والغياء والسمعة ونحو ذلك من الأمراض الإبليسية، ونعوذ بالله. فالإنسان لابد أن يفتش في نفسه، لأن هي مهيئة لأنواع مختلفة، والنفس الإنسانية نفس واحدة، ما أقصد يعني بدأ في نفس واحدة ثم تنوعت إلى أنواع كثيرة، منهم من صار أفضل من الملائكة، ومنهم من صار كالبهائم، ومنهم من صار كالشياطين، ومنهم من اجتمع فيه خير وشر. فلابد أن تحذر على نفسك من هذه الصفات السيئة اللي هي النفس الأمارة بالسوء وسوسة النفس، والعياذ بالله. قال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم في هذه الآية: هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل يسألهم عن الشيء ليس فيه حق ولا رشوة أمروه بالحق، فقال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هم إذا يعلمون الحق وقد يقولون به بعض الأحيان، ولكن إذا جاءت رشوة، إذا جاء حظ للنفس، إذا جاء أمر يكرهونه من الحق تركوا ذلك الحق وقالوا بخلافه. الغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم، حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى للعالم أن يفعل مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم. يعني الذم هنا كان على ماذا؟ هو فينا أمرين وقع منهم، أمر الناس بالبر، والأمر الثاني هو إيه؟ نسيان أنفسهم. فعلى ما كان الذم في الحقيقة؟ هو الصيغة أتأمروا إنكار عليهم في أمرهم الناس بالبر مع نسيان أنفسهم، لكن الحقيقة إن المقتضي للذم هو نسيان النفس. دي نقطة مهمة جدا، لأنها ترتب عليها أيسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمن لم يأتمر بالمعروف وينتهي عن المنكر؟ علشان استدلال بهذه الآية إنه يقول طالما ما أمرت الناس بالبر، طالما أنه لا يفعل البر يبقى لا يأمرهم بالبر، يقول لا، وجه أصلا الذم على نسيان النفس، على ترك النفس، على عدم فعل البر، وليس على كونه أمر بالمعروف. لكن هذا فيه تهييد لهم على أن يتوبوا إلى الله عز وجل، لأنك تأمر الناس بالبر فهذا يكون أرجى وأوجب عليك وأولى بك أن تكون مستجيبا لهذا الخير. كما يقال مثلا، كما قال الله عز وجل: ذرية من حملنا مع نوح. ده تهييد لبني إسرائيل على الإيه؟ على الإيمان. هما دائما بيفتخروا هما تانيين، مش كده؟ ذرية سام، ذرية من حمل الله إيه؟ مع نوح. فده تهييد لك يا ابن الأكرمين، لابد أن إيه؟ لابد أن تكون كريما، فلابد أن تكون ممتثلا، فهكذا يبقى ده تهييد له، وليس أن هذا ذم له من هذه الجهة. يقول: لكن الواجب والأولى للعالم أن يفعله، أن يفعل المعروف مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم، ولا يتخلف عنهم، كما قال صعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطع، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فالعبد الداعي إلى الله عز وجل يجب أن يكون ممتثلا لما يدعو إليه، ولا يجوز أن يخالف الناس إلى ما ينهاهم عنه، ولن يحصل صلاح إلا بامتثال الأمر. إن كنت صادقا في إرادة الإصلاح لنفسك ومن حولك فلا تخالف إلى ما تنهى عنه الناس، وما توفيقي إلا بالله، لن تنال التوفيق، لن تنال هذا الأمر، وهو أن تعمل بالحق وتدعو إليه إلا بالله، إلا بتوفيق الله لك، عليه توكل. التوكل على الله في أمر الطاعة وإليه أنيب، سوف أقع تقصير، فلا بد من الرجوع إلى الله والإنابة. وليس العالم بمعصوم، ولا يأمر وينهى من كان معصوما فقط، لو كان كذلك لما أمر ولا نهى أحد، فإنه لا شك أن العالم قد يقع في بعض المخالفات،
وليس معصوم إلا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومنزلتهم حتى مع منزلتهم قد وقعوا في أشياء سماها الله ذنوبا ليكونوا أسوة لمن بعدهم في أن يتوبوا إلى الله، وإن لم تكن ذنوبهم كذنوب العباد الآخرين، ولكن في الجملة لا بد من وقوع ذنب، فلا بد من إنابة، ولا بد من توبة، ولا بد من رجوع إلى الله وإليه أنيب. يقول فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر، على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. يبقى هنا واجبان كالصلاة والزكاة، فمن ترك الزكاة مثلا أو ترك الصوم نقول له إذا لا تصلي. من ترك وجدناه مثلا في رمضان تاركا للصلاة نقول له أفطر؟ لا، لا نقول له ذلك، وإنما نقول له صلي وأنت صائم، ولا يقبل منك الصيام وأنت لا تصلي. لكن ليس معنى ذلك أنك تفطر، لا ثواب في صومك، لأن ذلك من الكبائر أن تترك الصلاة، ولكن لا يؤمر بالفطر. فكذلك الأمر بالمعروف وفعل المعروف واجب في حق كل مكلف مأمور بذلك، يجب عليه أن يفعل ويجب عليه أن يأمر طالما قدر على الأمر المعروف. فإذا ترك أحد الواجبين لم يسقط عنه الواجب الآخر لعموم الأدلة، لأن الله عز وجل أمرنا بالأمر المعروف عنه، وليس له أن يقول أنا مرتكب للمعصية فسوف أترك لي النهي عن المعصية، أو أنا تارك لهذا الواجب لا أمر الناس به، بل يأثم مرتين إذا ترك الواجب وإذا ترك الأمر بالواجب. ولا شك أن هذا في المعروف والبر الذي هو واجب، وأما في المستحب فمستحب. يعني ينفع تقول الناس صلوا السنة وانت تصلي السنة؟ مكروه لك ذلك. وأما المحرم فأن تقول لهم صلوا الفرض وأنت لا تصلي الفرض. ينفع نقول للناس نرغبهم في صوم الاثنين والخميس مثلا، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم يوم أكثر يوم، وأنت لا تفعل؟ يكره لك ذلك، ولكن لا يحرم عليك، يجوز أن تبلغهم الفضائل، وهذا في المعروف المستحب. لكن المعروف الواجب، كلمة البر تشمل الواجب والمستحب، والمعروف يشمل الواجب والمستحب. فإذا أمرهم بمعروف واجب وجب عليه أن يمتثل، وإذا نهاهم عن منكر محرم واجب عليه أن ينتهي وحرم عليه أن يفعل. وأما إذا أمره بمستحب فمستحب أن يفعل، وأما إذا نهاهم عن مكروه فمكروه أن يفعل. والله أعلم. زي ما قلنا، لأن كل الأمرين دول كل منهم مستقل، فعل المعروف والترك المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف الواجب واجب، والنهي عن المنكر المحرم واجب، النهي عن المنكر المحرم واجب، والأمر بالمعروف المستحب مستحب، والنهي عن المنكر المكروه مستحب. يستحب أن أنهى عن المنكر المكروه ولا يجب. والله أعلم. يقول فكل من الأمر بالمعروف وفعله وفعله، كل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر، على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، يستدل بهذه الآية، وهذا ضعيف، وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية. يعني كان ينفع اليهود بسبب كفرهم بالرسول صلى الله عليه وسلم ان هم ما يقولوش الناس امنوا، ولا كان الصح ان يقولهم امنوا؟ الصح ان هم يقولهم امنوا ويؤمنوا، مش ان هم بقى تركهم الايمان يجعلهم يزدادون كفرا ويقولوا الناس لا تؤمنوا، والعياذ بالله. يعني ما ينفعش ان هم يكون استدلال بالايه دي، لان الايه دي لو انت استدل بها على ما تذهب، لانه يسقط عنهم الامر المعروف لكونهم نسوا انفسهم. يبقى معنى ذلك ان اليهود كان سقط عنهم بيان ما عندهم من الحق لاجل انهم كفروا به. هيقبل هذا الكلام؟ كلام باطل قطعا. فكان نكتب اضعف منه تمسكهم بهذه الايه. نقول الامر الذي بالبر هو ايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وينسون انفسهم كونهم يكفرون بما في التوراه مما عندهم من صفه الرسول صلى الله عليه وسلم. كونهم كفروا هل يجعلهم في حلم
من أن يبينوا للناس أن الواجب هو الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، أم أن الواجب أن يبينوا الإيمان بالرسول واجب إضافي بالإضافة إلى واجب الإيمان به؟ طبعا بلا شك أنه يجب أن يؤمنوا ويجب أن يبلغوا، ويكونهم يكتموا ذلك ولا يبلغوا ولا يراجعوا إضافة في الكفر ولا يرجو الله. ولذلك قال وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، ذمهم على كتمان الحق. يبقى ده عمره ما ينفع استدلال صحيح أبدا، إن دي تبقى دليل على جواز أن يترك العاصي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه عاصي. يقول فإنه لا حجة له فيها، والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. قال مالك عن ربيعة سمعت سعيد بن زبير يقول لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر، كان حيبقى فيه شرط العصمة. ومعلوم أنه لا أحد معصوم بعد الأنبياء، إنما كتب الله العصمة لأنبيائه، ومع ذلك الأمة مأمورة بالأمر المعروف ونهى عن المنكر. يبقى ليست الدعوة إلى الله عز وجل قاصرة على يعني على المعصومين، بل هي موروثة من الأنبياء. يجب أن يدعو إلى الله عز وجل كل من قدر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا شك أن نجاح الدعوة مرتبط بأن يكون ممتثلا، لكن ليس عذرا في سقوط الأمر بالبر. يقول قال مالك في قول سعيد بن جبير لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. قال مالك وصدق، من ذا الذي ليس فيه شيء؟ مين اللي ما بيعملش معاصي؟ مين اللي فيه أخطأ ما فيهوش أخطاء؟ قلت لكنه الحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية، بس لازم تقال بالطاعة ليه؟ الطاعة الواجبة. يقول لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم، ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك يا رب ارحمنا، كما قال الإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير بسنده عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. هذا حديث غريب، هذا الرجل صححه الشيخ الألباني. مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. نعوذ بالله ونسأل الله العافية. وحديث آخر رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم، مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كماشة من النار تقرض بها الشفة تتقطع بالكماشة، فلو كانت من حديد بارد لكان من أفظع وسائل التعذيب والعياذ بالله. تخيل كده واحد تغاش يشد شفته وتقطع بكماشة، نعوذ بالله. لو كان كما ذكرنا من حديد بارد، فلو كان من حديد ساخن فكيف إذا كانت من نار، نعوذ بالله من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قال قلت من هؤلاء؟ قالوا خطباء أمتك من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. رغم ضعف في الإسناد إلا أن له طرقا حسنه الشيخ الألباني. رواه عبد بن حميد ورواه ابن مردويه أيضا عن محمد بن سلمة، وكذا رواه يزيد بن هارون عن محمد بن سلمة، ورواه عن ابن مردويه أيضا بسند آخر عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مررت ليلة أسري بي على أناس تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. أخرجه ابن حبان في صحيحه، وأخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه أيضا عن أنس بن مالك قال لما عرج برسول الله
صلى الله عليه وسلم مر بقوم تقرض شفاههم فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون. فمن المخرج يبطل خطبة؟ لا، المخرج يبطل خطبة، يأتمر بما أمر به الناس. ما شاء الله، نعوذ بالله أن نكون كذلك. هذا دليل على أن الناس ربما تتسابق إلى يعني الخطابة والتدريس وشهوة التعليم والوجاهة عند الناس بذلك، ويكون مضيعا لنفسه والعياذ بالله. هذا خلل في الأولويات كما ذكرنا، ليس نأمره بترك الواجب من الأمر المنكر والدعوة إلى الله، ولكن نأمره باهتمامه بإصلاح نفسه، وهذا مقدم على إصلاح غيره. وفيه دليل صريح على أن الآية وإن كانت وردت في خطاب بني إسرائيل إلا أنها لنا أيضا، وأن كل ما ذم الله أهل الكتاب والمشركين في القرآن فهو لنا إذا فعلنا مثلهم، نعوذ بالله من ذلك ونسأل الله العافية. وروى الإمام أحمد بسنده عن أبي وائل قال قيل لي أسامة وأنا رديفه ألا تكلم عثمان؟ فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني لا أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه، والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه، تندلق تخرج من بطنه أمعاؤه، فيدور بها في النار كما يدور الحمار براحله، يدور الأمعاء وراءه يلف بها في كل محل كما يدور الحمار المربوط في الساقية في الرحى المطحنة، حجر يوضع على حجر آخر يطحن به يدور الحمار به. هذا الرجل أمعاؤه خرجت من بطنه، ونعوذ بالله، فجعل يدرها في النار. تخيل قرحة صغيرة تبلغ 2 سنتي، سنتي واحد عدة مليمترات في أمعاء الإنسان تجعله لا يستمتع بطعام ولا شرب ولا حياة، قرحة في المعدة ولا في الأمعاء تجعله في قمة من الأمعاء. تخيل الإنسان، انظر هذه الصورة يعني الشديدة، أمعاؤه في الخارج ومتدلدلة في الأرض وماشي عمال يتحرك بها في ماذا؟ في النار. رياضه بالله، أعوذ بالله. يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. رواه البخاري ومسلم. قصة أسامة في أمر عثمان، كأنهم طلبوا من أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يكلم عثمان في شأن بعض ولاته وقراباته الذين كانوا يقع منهم بعض الفساد، وعثمان رضي الله عنه ربما لم يكن يعلم بعض ما يفعلونه أو لا يصلوه من طريق يوجب أن يعزله من أجله، فأنكر أسامة عليهم أنهم يريدون أن يكلمه علنا، فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، يعني فاكرين أن أنا لازم عشان كل مرة أكلم الإمام أنا أسمعكم ولكم أكلمه بأمره وأنهى، إني لا أكلمه، في بعض النسخ لا أكلمه لي غلط، إني لا أكلمه ده تأكيد أنه هو يكلمه فيما بيني وبينه، يعني حتى لا يفتح باب الفتنة على الإمام وباب الخروج عليه، فهو كان فعلا رضي الله عنه يجد رائحة الخروج على عثمان، وهناك ثورة يعني نظرها بدأت تتجمع في الأفق، فكان يخشى أن يفتح هو هذا الشر، فلو أنه أنكر بعض ما يراه علنا لاحتج السائرون وقالوا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب ينكر على عثمان، فنحن ننكر عليه ويقتلونه، وقد كان ما وقعوا فيه دون أن يكون الصحابة يد رضي الله عنهم.
فأراد أن لا يفتح هذا الشر وإنما يكون الإنكار فيما بينه وبينه، خاصة أن عثمان والعم كان معذورا وإنما يريدون أن يكلمه في شأن بعض الولاء، ولعل عثمان رضي الله عنه كان له اجتهاده يعني في بقاء هؤلاء الولاء لمنع مزيد من الفتن رضي الله تعالى عنه وهو قتل مظلوما رضي الله عنه. قال والله لا أقول الرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا، يعني هو أيضا لا يداهن ولا يمدح الأمراء ويقول أنت خير الناس حتى لا يكون ممن يأمر بالمعروف ولا يأتمر به وينهى عن المنكر ويأتيه، يعني هو لا يمتدح الأمير حتى وعثمان رضي الله عنه خير الناس في ذلك الوقت، ومع ذلك خشية أن يكون أسامة رضي الله عنه يخشى لنفسه أن يكون ممن يأمر بالمعروف ولا يأتمر به، ممن ينهى عن المنكر ولا ينتهي عن يعني خصال النفاق في مدح الأمراء والطعن فيهم من ورائهم، العكس والصحيح هو يمدحهم من ورائهم وإذا دخل عليهم إيه ينصحهم، تجد من الناس أحوالهم تغيرت حتى صار إليه بالعكس إذا خلوا عن الأمراء طعنوا فيهم أشد الطعن ونالوا منهم، وإذا وجهوهم فبأعظم الثناء والمدح والتبجيل ونحو ذلك ونسأل الله العافية. فقال بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول وجاء الرجل الحديث. هذا العقاب لهذا الرجل كان من جهتين، هذا الرجل الذي تندلق أقسامه في النار الذي ذكر حديث أسامة، حديث الذي ذكره أسامة رجل عنه، في الرجل الذي كان يقول له أهل النار يا فلان مالك ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه وأنهاكم عن المنكر أتيه، كما ذكرنا لوجهين لسببين، السبب الأول أنه كان يترك الواجب عليه ويفعل المحرم فلذا دخل النار معهم، والسبب الثاني أنه كان يخدعهم لأن الناس في النار تعجبوا قالوا يا فلان ما أصابك، بخلاف من يقع مثلا في المنكر ولكنه ينصح للناس من باب إبراء الذمة دون أن يخدعهم وأن يجعلهم يظنون أنه تقي ورع، فهذا الرجل كان مرائيا في أمره ونهيه في كونه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ليظن الناس أنه صالح وليس يريد إصلاح الناس ولا إصلاح المجتمع، وإنما غرضه من ذلك أن يظن الناس صلاحا، ولذا تعجبوا لما رأوه في النار وأطافوا به وقالوا يا فلان ما أصابك، يطيف به يحيط به أهل النار، وهذا أيضا دليل على أن من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر وكان مرتكبا للمنكر دخل النار أيضا، فالناس هؤلاء الذين كانوا يؤمرون وينهون ولم يكونوا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، كانوا يؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولكنهم مستمرين في المنكر، أين هم؟ في النار والعياذ بالله. إذا ذا ليس دليلا على ترك الدعوة إلى الله لكونه لا يأتمر، وليس دليلا على أن العاصي يجوز له أن يترك النهي عن المعصية، بل كما قال العلماء حق على شريب الكؤوس أن يتناهوا فيما بينهم كما ذكرنا هما واجبان، ونسأل الله أن يعيذنا من النار. الحديث رواه البخاري ومسلم، وروى الإمام أحمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء، حديث ضعيف، لكن عموما العالم حسابه أشد، وهذه أدلة متكاثرة. على ذلك أنه إذا كان عالما فيحاسب حسابا أشد، نسأل الله العافية. يقول وقد ورد في بعض الآثار أنه يغفر للجاهل 70 مرة حتى يغفر للعالم مرة واحدة، ليس من يعلم كمن لا يعلم، المقصود بالجاهل هنا الذي لم يقصر في طلب العلم، الذي لم يقصر في طلب العلم، وأما الجاهل المقصر في طلب العلم فهو آثم من جهتين، من جهة تركه للعلم الواجب عليه ومن جهة فعله للمحرم يستحق عليه العقاب، وليس قضية العذر بالجهل تعني العذر من كل وجه،
وإنما نعني بها دائما عدم التكفير، وقد يكون عذرا من كل الوجوه إذا لم يكن مقصرا في طلب العلم. إذا بحث فأفتي مثلا بالرأي المرجوح، إذا اجتهد فأخطأ، فهو قد جهل المسألة وبذل جهده في معرفة الحق فلم يصل، فهذا معذور يثاب ثوابا واحدا ويغفر له خطأه. وأما إذا كان عالما مقدما على المعصية فهذا قد لا يغفر له إلا بنسبة 1 إلى 70، فهذا ليس بحديث طبعا. لو يغفر للجاهل ما لا يغفر للعالم، أو يغفر للجاهل 70 مرة حتى يغفر للعالم مرة واحدة، فهذا ليس بحديث صحيح، وإنما هو كما ذكرنا يحمله على الجاهل غير المقصر. أما العالم الذي غلبته نفسه وهو يعمل المعصية ويلوم نفسه على ذلك ولا يستهين بما يفعل من المعاصي، فهذا خير من الجاهل الذي قصر في طلب العلم، خير منه لأنه علم الحق وأحبه وأراده ولكن غلبته نفسه. فمعرفة الحق في ذاتها إيمان أكمل من الجهل به. كل إنسان يعلم الحق ويدين به ويرى أنه ملزم به ويندم ويلوم نفسه على التقصير، وإن كان لم يمتثل بعد وإن كان لم يفعل الحق بعد، خير من الذي لم يفعل ولم يعلم، خير من الجاهل الذي قصر في طلب العلم، لأن العلم خير من الجهل بلا شك. لكن كما ذكرنا الجاهل غير المقصر مغفور له. لا ده مش علم، العلم بيقول اللي بيؤدي الى ان يغيروا ويبدلوا الحق، علم يجادل به، هذا علم اللسان وليس العلم النفس. العلم يجادل به عشان يوقع الناس في الحرام، عشان يحلل لهم الحرام، عشان يعرف يجيب لهم الوجه بتاعها ازاي، عشان يعرف يجادل بالباطل والعياذ بالله. هذا علم اللسان الذي هو حجة الله على عباده، وليس علم القلب الذي هو العلم النافع الذي يطلب الانسان به الحق. لا يعني نتكلم على مسألة الإنسان يكون عالم بيها وآخر جاهل، فالعالم أكمل من الإيه؟ من الجاهل، لكن بشرط أن العالم ده ما يكونش مستهين بالعلم ده، ما يكونش مستهين بالمعصية، بل يكون لا يلوم نفسه، يكون يلوم نفسه على المعصية وإن كان لا يفعلها، بس حاسس أنه مقصر ويتمنى أن يتوب إلى الله. ودي أصلا حقيقة يعني بلغني عن بعض المشايخ أن بعد أن خطب الخطبة دخل عليه، حدثني بعض الإخوة أنه دخل عليه وأخذه يدخن، فقال له يعني كي أنت تدخن حرام؟ فقال له نعم يا بني حرام، ودي إلي ربنا يتوب عليه. فلو إنه أفتى بغير ذلك لكان إيه؟ جريمة، فتبقى جريمة تانية. ولكن هذا الحال في يعني قد وقع في نفسي أنه إيه؟ أنه على خير، طالما أنه أقر بالإيه؟ بالندم وبالمعصية، وليس أنه مصر عليها أو متكبر أو عشان ما يتحركش يقول لا بني قال لك يا سخين حرام يا ابني، مش فاكر كده مثلا، عشان هو عالم والتاني إيه؟ والتاني أصغر منه أو أقل منه علما. وهذا يقع من الكثيرين جدا، أنه يقول له أنت مالك، أنت مش فاهمك في الدين، أنت تفهم حاجة في الدين، عشان يقول له طب قول لي طب أحكام نواقض الوضوء مثلا كذا، أديها لي لأ، ولو وقع في واحدة مثلا إذا إيه؟ يبقى خلاص، يبقى انت مش فاهم حاجه ما انت تتكلم ليه. وان هذا يقع من الكثيرين والعياذ بالله، او في رقبتي علي انا مش دعوه انت، نعوذ بالله. مثل هذا يدل على استهتاره للعلم واستهتاره بالمعاصي، وانه لا يعرف قدره، بخلاف الذي قال انا مقصر انا اثم وادعو الله ان يتوب علي. هو ده انسان الكلمه دي وقع في قلب المستمع فعلا ان هو نكاره المنكر، يبقى ما خدعوش، يبقى مش هو ده اللي ورد في الحديث اللي بيقول ايه يصيف به اهل النار فيقولون يا فلان ما اصابك، مش هيتقال لهم الياما انا ما كنت تامرون بالمعروف، لان هو كان بيقول لهم انا غلطان، انا بعمل ده وانا غلطان معاكم، انا مقصر زيكم، بس انا بقول من باب احقاق الحق. وده هو العلاج لاي واحد عشان ما تبقاش مخادع للناس، لكن بيعمل حاجه غلط يقول لهم يا اخوانا والله انا مقصر، انا من اولكم تقصيرا، وانا مذنب مثلكم، ولكن انا اقول ذلك حبا للخير ان ينتشر.
ولعل غيري يعمل به فأثاب أنا فيغفر لي بذلك. نعم لا بستنى. ها لا ما هو هي أصلا واجهت دي ملاك اعتبار في الحقيقة. ها حتى ما هو معلوم وحتى يستغيب بس هو المهم ان هو ما يبقاش مخادع لهم يوهمهم بالصلاح وليس بصالح. ومعلوم ان هم لا واحنا قلنا الواجب عليه اول حاجة يصلح نفسه ولكن ودارت على نجاة الناس واستجابتهم انا دار على استجابة نفسه ولكن ما يبقاش مخادع يخشى عليه هذا العقاب الشديد. نسأل الله العافية. جاهل ومقصر جاهل وغير مقصر حضر الدروس بس وسائل العلماء بس اللي أساء بسبب القول الراجح. ازاي يبقى جاهل وغير مقصر؟ بذل المجهود هو ما عندوش علم راح سأل الشيخ. الشيخ ده أساء بالغلط هو ده الشيخ اللي عنده ما يعرفش غيره أو يظن أن هذا هو الرجل الصالح أو العالم الورع ولا يدري أن هذا الرجل أخطأ في هذه المسألة. يبقى ده معذور يبقى ده جاهل بالمسألة لأنه أصابش الحق فيها ولا يعلم الحق وفي نفس الوقت غير مقصر. وممكن يكون جاهل مقصر إنه قاعد على القهوة واخبرك ولا قاعد مثلا يضيع وقته وعمره وحياته ويقول لك خليني كده كويس تيجي تقول له اعمل تعال اتعلم يقول لك لا خليني كده عشان هتحاسب لو انا ايه لو عرفتني. هو المفروض انك انت مش هتحاسب لو ما تعرفتش ما انت هتحاسب مرتين لان طلب العلم واجب كما ان العمل بالحق واجب. فطلب العلم فريضه على كل مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحل ان الانسان يترك طلب العلم عشان يفضل جاهل عشان يتغفر له. مش هو ده اللي ورد في الاثر مع ان ده الاثر مش حديث صحيح لكن اذا كان له معنى صحيح فمعناه كما ذكرنا في من لم يقصر في طلب العلم في من طلب فلم يصل الى الحق فهو معذور لانه بذل جهده. واما من قصر في طلب الحق فهو ات من وجهين كما ذكرنا. نسال الله العافيه. اللي بيحفظ قرانه ما يتعللش يبقى فرط فيما يلزمه لان حفظ القران فرض كفايه على الامه وعلم ما يلزمه من الايمان والاسلام والاحسان الايمان الواجب الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر التوحيد والعلم بما يصلح به الاسلام من الشهادتين والصلاه والطهاره واللازمه لها والصيام وشروطه والزكاه وكيفيه ادائها والحج والعمره وكيفيه ادائها ده واجب. والمعاملات المتعلقه بين الحلال والحرام واجب في كل معامله والاحسان الواجب عليه في العبادات القلبيه من الاخلاص والمراقبه لله والتوكل على الله والخوف من الله ومن الاخلاق الواجبه مع الناس من بر الوالدين والاحسان الى الجيران وصله الارحام دي كلها من الواجبات. فتعلم تفاصيل هذا واجب. فكونه يقول انا احفظ قران وما يتعلمش العلوم دي يبقى انشغل بالظبط كده يقول لك طب هتقول لي بقى هتقول لي احفظ قران هتقول لي طب هطلب مصطلح الحديث طب واحد هيقول لي هتعلم اصول الفقه هقول له مع ترك ما يلزمك من الايمان والاسلام والاحسان يبقى انت مقصر لان علم الايمان مقدم على الفروض الكفائيه وعلم الاسلام مقدم على الفروض الكفائيه وعلم الاحسان الواجب مقدم على الفروض الكفائيه والعمل بيها مقدم على كل الفروض. فانت ما ينفعش الواحد يبقى مهمل نفسه عشان يطلب مثلا علوم كفائيه كما ذكرت ويسيب نفسه وقع في يعني منكرات الرياء والحسد والحقد والسمعه نعوذ بالله مثلا او ان هو يتعلم زي ما قلنا بعض العلوم ويترك العلوم الاخرى الواجبه عليه كما يسلك مثلا علم التوحيد يقع في الشرك وهو متقن تمام في التجويد متقن تمام في الاصول والعياذ بالله ان يقع ذلك منه. نسال الله العافيه. واحد يحسن بعض انواع العلوم ويهمل ما وجب عليه يطوف بالقبور وينزل لاصحاب القبور ويقع في البدع والمنكرات ويقول لك الاصولي الفقيه العالم وهو وعالم بهذه المسائل وجاهل بغيرها. نسال الله العافيه. فالعلم الواجب فرض العين لابد ان يحصله كل مسلم ومسلمه بالحديث طلب العلم فريضه على كل مسلم وحفظ القران من اعون ما يعينك على ذلك لكن بشرط ان تعلم ما يلزمك من الواجبات. طلب العلم المقصر ليس بطالب. ما هو لو طلب العلم بجد مقصر بحيث ان هو يفعل ما معنى مقصر طالب علم مقصر معناه ان هو تاتيه المساله مما وجب عليه العمل خلاص لازم هيعمل حاجه او الاعتقاد لازم يعتقد يعرف الحق من الباطل فيها يقوم يروح جاي يقول لك انا لسه هدور وانا لسه هسال ما اسال اي حد وخلاص يعني او اقول مثال واحد اراد ان يطلق امراته لا طلقها
راح جاي ماشي في الشارع كده واحد ولا واحد على القهوه شيخ لابس عينه مثلا, راح قال له عم الشيخ حصل كذا كذا, يقول له يا عم لا فيش حاجه روح روح مثلا, هي تبقى طالق مثلا عاش معها في الحرام. يقول لك مثلا سالت مين يا سيدي, سالت واحد امام الجامع اللي جنبيهم زي راجل عامي مثلا لا يعرف يتصل بالناس, وما سالت اهل العلم مثلا, او سال من يفتيه يقعد يقول له عم الشيخ شوف لنا فتوى سهله شويه, شوف لنا مثلا واحد يطلع له 10 جنيه يديله فتوى, اهو ده مقصر ماشي كده. والله تقع مثل هذه الامور, مش بهزر, هذه الامور تقع احيانا ان هو يقول له طب شوف لنا مثلا سهل شويه, يقول له مش هقول لك دلوقتي, يقول له طب ما وبعدين في الاخر يدفع له فلوس, يقول له طب في مثلا شيء سنه ثانيه لان طلقها وهي حائض تبقى خلاص غير واقعه, روح بقى ابعد عن مراتك مثلا والعياذ بالله. او فمثل هذا طلب علم, طلب بس طلب في غير وجهه, فما طلبش الطلب الصحيح, فسأل جاهلا والعياذ بالله. ومثل هذا مما قد يعني يسطر في كتب النوادر والنكاح, لكنه في الحقيقه اسم عظيم والعياذ بالله. وبعدين ماشي, هل يعد من الجهل من طلب العلم المقصر ان يبيح معاملات البنوك من اجل فتوى بعض الشيوخ؟ اه نعم والله العظيم, اقسم بالله ان هذا تخصيص طلب العلم, لانه لو طلب بس مش في عموم الخلق يعني, لكن في من امامه يعني مئات العلماء الذين عرفوا بالورع والتقوى ممن يحرم هذه المعامله بالنظر الى واحد او اثنين او اكثر ممن لم يعني يخفى ما عندهم من فساد, لا مش في الابد هو طالما انت تعرف انه ليس الورع, تعرف ان عنده منكرات وتبقى عارف, يقول لك اسمع ده راجل شيخ كذا وكذا وكذا, مش في الابد هو, لا طالما انت عرفت انه كذا وكذا وكذا ما ينفعش تاخد كلامه. لو انت معتقد فعلا بقى ان هو فعلا شيخ الاسلام اتقي الورع الذي يخاف الله ولا تعرف منه منكرات ظاهره ولا شيء من ذلك, فاقبل كلامه. لكن تبقى عارف يقول لك انا الشيخ ده ما تخش فيه ابدا, بس هو احسن فتوى وفتوى في الابد, طب خلاص يبقى انت لا يجوز لك ان تقلد من لا تثق فيه ولا تعلم ورعه وتقواه. العلم مش المعرفة فقط, العلم لابد يكون عنده علم ومعرفة, لابد يكون عنده تقوى ورعه, إلا لا يفقه الإسلام. وقال قال ابن كثير وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب, في عدم استواء العالم والجاهل. فهذه في تفضيل العالم استدلال هنا بها على الذي ذكره قبلها في غير موضعه. هو طبعا في عدم استواء العالم والعالم ده كأمر قاعدة كلية, لكن هذا في تفضيل العالم على غير العالم. إذا تنفع نستدل بها على ما ذكرنا من أن العالم اللي بيقول الناس أنا مقصر ولا يوهمهم بالصلاح أفضل من الإيه؟ من الجاهل المقصر, كما ذكرنا في هذه المسألة. إحنا عندنا عالم عامل وعالم غير عامل خادع للناس, ده العامل العالم هو ده افضل المنازل. العالم اللي بيخدع الناس وهو ده الذي يصيف به اهل النار في الايه, في النار يصوف باقتابه لامعائه كما يزور الحمار في الرحم. عالم مقصر نادم او عنده من الندم لكن لم يبلغ حد التوبه ولا يخدع الناس, فهذا خير من الجاهل المقصر. هناك جاهل غير مقصر مغفور له, ده يبقى يتحط ضمن العلماء المخطئين ثاني واحد في المنزله. جاهل مقصر فهذا آثم اثنين, وهو يكون اذا لم يتب الى الله من جهله وتقصيره فهو ايه؟ من اهل النار, نعوذ بالله من ذلك. لا, الواجب عليه ان هو يبحث عن الورع العالم في خصوصا في زمان الفتن, ما يكفيش ان هو يكون عالم بس, فضلا ان يكون مش عالم في الحقيقه, انما يكون اصلا ناس ليسوا من اهل العلم اصلا انما من اهل التقليد. لابد ان يسال العالم الورع, لازم يسال عن الورع, لازم يسال عن التقوى والصلاح في خصوصا في زمان الفتن. والا فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما يقبض العلم بقبض العلماء, ان الله لا ينزع العلم بقبض العلماء, ان الله لا ينزع العلم بعد اذا اعطكموه انتزاعا ولكن ينزعه بقبض العلماء, فاذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم. قال عليه الصلاه والسلام
فضلوا ايه؟ واضلوا. اذا حكم بالضلال على مين؟ على اللي سالوهم. ليه؟ لان هم كل واحد عليه اجتهاد. العالم عليه ان يجتهد في معرفه حكم الشرع، والعامي اللي هو مش عارف عليه ان يجتهد في ايه؟ في ان يسال اهل الذكر، اهل ذكر الله عز وجل، اهل تقوى لله زي ما هم اهل علم. فكونوا ما يدورش على تقواهم وراءهم، ويعرف انه مثلا في ناس منهم مرتشين، وناس منهم كذابين، وناس منهم يعني يقلبون الحقائق، يبقى ده مقصر. كونوا بقى دور عليهم وقالوا لا دول ناس فعلا اهل صلاح وتقوى ودين، يبقى كده معذور. لو هو سال والناس قالوا له على قدر ما يعرفون ان هؤلاء اهل صلاح، والشيخ الفلاني ده رجل تقي ولا يفتي الناس بالاهواء ولا الشهوات ولا يبحث عن الرخص من المذاهب الباطله، يبقى وراح استفتاء وخد الفتوى، يبقى كده خلاص. لكن مجرد ان هو اسمه عضو في كذا يبقى خلاص، لا ما يكفيش. نعم. يقول: وروى ابن عساكر في ترجمة الوليد بن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا من أهل الجنة يطلعون على أناس من أهل النار فيقولون: بما دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم. فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل. فيه ضعف، ضعف الشيخ الزبان، ما شاء الله يتوب علينا جميعا. رواه ابن جرير الطبري بنحوه. وقال الضحاك عن ابن عباس انه جاءه رجل فقال: يا ابن عباس، اني اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر. قال: او بلغت ذلك؟ قال: ارجو. قال: ان لم تخشى ان تفتضح بثلاث ايات من كتاب الله فافعل. قال: وما هن؟ قال: قوله تعالى: اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم، احكمت هذه؟ قال: لا. قال: فالحرف الثاني. قال: قوله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: فالحرف الثالث. قال: قول العبد الصالح صعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أحكمت هذه الآية؟ قال: لا. قال: فابدأ بنفسك. رواه النووي. في انقطاع بين الضحاك وابن عباس، لكن كما ذكرنا فيه بيان الأولوية، وليس هو لمح من الرجل أنه يتصدر، أن الدعوة إلى الله ربما صارت شهوة، نعوذ بالله من ذلك، إنما صارت وجاهة للناس أن يكون متصدرا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهو ينسى أولويات العمل، أولويات إصلاح نفسه والمجتمع. ثم إن دعوة من مثل هذا دعوة عديمة الفائدة، قليلة الفائدة، غير مقبولة في الأغلب العام، وإن انتفع بها البعض لكن يهلك بها هو. ولولا أن الأنبياء بدوا بأنفسهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأول دم أضع من دمائنا، في خطبة الوداع، حجة الوداع، قال: ألا إن دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. لو لم يكن الأنبياء أولى الناس بامتثال الحق لما استجاب لهم أحد. ولا تتصور كيف أن زلة العالم السلوكية تكون من أعظم أسباب نفرة الناس عن الدين بالكلية. فهذا توجيه بما هو الأوجب. يعني وزيك نقول لما واحد بدأ طريق الالتزام، نقول له أول حاجة أن أنت ستخرج تدعو إلى الناس وأنت ما زلت لم تتعلم، ولا نقول له تعلم أولا؟ ومن هنقول له بعد كده إيه؟ أصلح لنفسك إيه؟ اولا كذلك. نعم، يدعو بما علم، ولكن لا بد ان يكون على علم وعلى تقوى، ولا يترك ما يلزمه بلا شك. الكلام ده فيما ما لم يتعين فيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما تعين فيه الامر وجب ان يامر وينهى كل قادر عليه كما ذكرنا انه واجب، ولكن التصدر لهذا الامر يعرض الانسان نفسه لامر قد لا يقوى عليه. كل عالم يؤخذ من قوله ويترك، فربما كان خطأ منه غير مقصود بعد اجتهاد يثاب عليه أجر واحدا ويغفر له خطأه، ويمكن أن يكون فيه ذنب، فكل إنسان يمكن أن يتعرض للذنب كما ذكرنا.
أحكمت هذه الآية معناها أتممت العمل بها، عملت بها. وروى الطبراني عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل في ظل صخرة الله حتى يكف أو يعمل ما قال أو دعا إليه. إسناده فيه ضعف، الحمد لله. فقال إبراهيم النخعي: إني لأكره القصص في ثلاث آيات. قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فقوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقوله إخبارا عن شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. كلمة أكره القصص يعني أكره موعظة الناس، وكانوا يسمونها القصص لكثرة ما يحتدون بقصص الأولين فيها، من كثرة ما الناس دائما تحب تسمع ليه القصص. الحكايات عن السابقين والسلف دائما تشد الانتباه، فكانوا يكثرون منها، فكان يكره أن يجلس الوعظ خوفا على نفسه، خصوصا في الزمن كان هناك من يكفيه ذلك ويوجد فيه أهل الحق. تفضل تفضل. يقول: وما أحسن ما قال مسلم ابن عمر: ما أقبح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهدون. لو كان في تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد. إن رفض الناس فما باله، يستفسح الناس ويسترقد. الرزق مقسوم على من ترى، يسقى له الأبيض والأسود. فقال بعضهم: جلس أبو عثمان الحيري الزاهد يوما على مجلس التذكير فأطال السكوت، ثم أنشأ يقول: وغير تقي يأمر الناس بالسقى، طبيب يداوي الماء يداوي والطبيب مريض. إنا لله. قال: فضج الناس بالبكاء. مع أن أبو عثمان الحيري هذا من فضائل الزهاد والعباد. وقال أبو العتاهية الشاعر: وصفت السقى حتى كأنك ذو ثقى، وريح الخطايا من شأنك تقطع. وقال أبو الأسود الدؤلي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. كلام حسن جدا في فقه من فقه السلف المعاصر. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. فذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد بن زيد البصري العابد الواعظ قال: دعوت الله أن يريني رفيقي في الجنة، فقيل لي في المنام: هي امرأة في الكوفة يقال لها ميمونة السوداء، فقصدت الكوفة لأراها، فقيل لي: هي ترعى غنما بواد هناك، فجئت إليها فإذا هي قائمة تصلي والغنم ترعى حولها، وبينهن الذئاب لا ينفرن منه ولا يص الذئاب عليهن. فلما سلمت قالت: يا ابن زيد، ليس الموعد هنا، إنما الموعد ثم. فسألتها عن شأن الذئاب والغنم، فقالت: إني أصلحت ما بيني وبين سيدي، فأصلح ما بين الذئاب والغنم. فقلت لها: عظيني. فقالت: يا عجبا من واعظ يوعظ. ثم قالت: يا ابن زيد، إنك لو وضعت موازين القسط على جوارحك لخبرتك بمكتوم مكنون ما فيها. يا ابن زيد، إنه بلغني ما من عبد أعطي من الدنيا شيئا فابتغى إليه ثانيا إلا سلبه الله حب الخلوة وبدله بعد القرب البعد وبعد الأنس الوحشة.
كلام حسن جدا. ثم انشأت تقول: يا واعظا قام لا حساب، يزجر قوما عن الذنوب، تنهى عنه وانت السقيم حقا، هذا من المنكر العجيب، تنهى عن الغي والتمادي فيه والتمادي، وانت في النهي كالمريب، لو كنت اصلحت قبل هذا غيك او تبت من قريب، كان لما قلت يا حبيبي موضع صدق من القلوب. نسأل الله ان يغفرنا اجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امان، اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللهم اغفر لنا ما انت اعلم به منا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر، انت الهنا لا اله الا انت، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اولها واخرها، قديمها وحديثها، صغيرها وكبيرها، خطاها وعمدها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم، ما تقدم منها وما تاخر، انك انت الغفور الرحيم. هل ورد في الكتاب والسنه ان من حلال لا التعبير قال عبر الله بكذا؟ لم يرد هذا في الكتاب والسنه، وانما يقال ذكر الله كذا. سمع لهناك ذمه الله. اما الذم والتعيير فنعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له: ان مدحي زين وان ذمي شين، فقال: ذاك الله. في قول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء فاخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الايه: من هم المقصودون بالذين ظلموا؟ المتفق عليهم في انهم الذين ظلموا الذين اعتدوا في السبت، الذين صادوا في السبت واعتدوا وعملوا يوم السبت، والمختلف فيهم الذين سكتوا. فكان اهل القريه التي كانت حاضره البحث ثلاثه اقسام: قوم ارتكبوا الحرام واكلوا الحرام، وقوم نهوا عن ذلك، وقوم سكتوا بل قالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. لم يرتكبوا الحرام ولكن قالوا للدعاة الى الله: لا تضيعوا وقتكم مع العصاة. فاعتذر الدعاة الى الله بانهم يريدون الاعذار الى الله ولعلهم يتقون. ففي هؤلاء الساكتين قولان: يخشى عليهم الهلاك ويرجى ان يكونوا من الناجين. قول بانهم من الذين ظلموا لانهم سكتوا عن المنكر ونهوا اهل الايمان عن الخير، والقول الثاني انهم كرهوا المنكر فلذلك نجوا مع الناجين، وطالما انهم محل الجهاد سكت الله عنهم فينبغي ان نسكت. ابن عباس رضي الله عنه كان يبكي عند تلاوه هذه الايه، يقول: قد راينا اشياء فسكتنا. يخشى ان يكون هؤلاء قد هلكوا، ويكون هو قد راى بعض المنكرات، وايام ابن عباس رضي الله عنه فيكون لم يامر وانهى فيهلك. فقال له عكرمه: اراهم قد نجوا، الا تروا انهم قد كرهوا المنكر لقولهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ فكساه حله على استنباطه من هذه الايه انهم اقرب الى النجاه، ولكن لم ينص على نجاتهم، بقيت نجاتهم محل اجتهاد، ونسال الله الا يكونوا من الظالمين، لاننا نرى اشياء نسال الله العافيه. يقول: قلتم اثناء الحديث عن الجاهل غير المقصر، مثال الجاهل الذي افتاه العالم بالراجح، ذل اللسان، اقصد افتاه العالم بالمرجوح، بقول غير صحيح. في فتوى سابقه عن جمله علقها فرقه عالم تطلع سالم: قلتم من عمل بالقول المرجوح لقول مفتي او عالم فليس عليه اثم بالعمل بتلك الفتوى، زي ما قلنا اذا كان بحث واجتهد في من يستفتيه، فافتاه اولا دل على رجل عالم فعلا تقي، والعالم ده هو نفسه اللي اخطا، يبقى ده ايه؟ معذور، العالم نفسه معذور والمقلد له معذور، او دل على رجل ظنه تقيا ورعا عالما وليس كذلك، ولكن بحث فلم يصل الى اكثر من ذلك فهو معذور.
عليكم السلام. هل يعد من لم يجود القرآن آثما؟ التجويد منه ما هو فرض عين، وهو أن يخرج الحروف من مخارجها حيث تكون الحروف هي الحروف التي نزل بها القرآن، فهذا فرض عليه لأنه لا يقول قارئا للقرآن بغير ذلك. حروف الفاتحة فرض على كل قادر عليها لأنها لا تصح الصلاة إلا بها، وما سوى ذلك فهو في المستحب. وصفات الكمال في القراءة هي من التجويد المستحب، من التجويد ما هو فرض عليه لكن ليس كله. اللحن الجلي لابد أن يتجنبه في الفاتحة وفيما يقرأه من القرآن، وأما الخفي فيستحب تعلمه. حكم كلمة الله محبة عند النصارى كلامهم باطل، الله لا يقال عنه صفة من الصفات، وهم يقولون أن الله محبة يعنون بها دائما الحب بين الناس، والحب الذي بين الناس مخلوق، فهذه الكلمة كلمة باطلة. الله يحب أولياءه المؤمنين ويبغض أعداءه الكافرين، فليس على إطلاقها، فلا يجوز أن تطلق. رجل يعمل طول الليل وينام بالنهار، هل له من عذر أنه يجمع بعض الصلوات؟ لا، بل يجب أن يقوم، لأن ليس من العذر النوم، النوم على الصلاة المكتوبة من الكبائر. يجب أن ينوي القيام ويوكل من يوقظه. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا طول الليل في سفر وعرسوا قبل الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرس لنا صلاتنا؟ فقال بلال: أنا. فظل بلال مستيقظا فأنامه الشيطان حتى استيقظوا بحر الشمس، فلما استيقظوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تصريف، إنما التصريف في اليقظة. فإذا كانوا طول الليل في عمل وفي سفر وانتقال وفي جهاد في سبيل الله، ومع ذلك قال من إيه؟ يحرس لنا صلاتنا. لابد أن يحرسوا الصلاة، لابد أن يوجد من يوقظهم للصلاة، رغم أنهم في تعب شديد، ما كانوا ليناموا قبل الفجر إلا لأجل التعب، فلا بد أن تنوي الاستيقاظ، فإذا لم تستيقظ فأنت معذور. فتاة تأخر زواجها وهي تحافظ على الصلاة في الوقت، سمع الشيخ يقول: تأخير الزواج سبب ذنب وغضب من الله، استغفر الله. هذا كلام باطل، ليس يلزم من أن تأخر أن كل امرأة تأخر زواجها أنها بسبب ذنب وغضب من الله، كلام باطل، ليس كذلك، هذا ابتلاء من الله عز وجل. لا شك أنه ينبغي أن تراجع نفسها وتستغفر إلى الله، تستغفر ربها عز وجل، ولكن ليس يلزم أن ذلك ذنب، يمكن أن يكون ابتلاء وامتحانا من الله عز وجل. زوجها عصبي فوق الخيال وهي كذلك، تصبر على كلامه مرة واثنين وثلاثة وبعد ذلك ترد عليه، نسأل الله أن يعافيهم من ذلك، تشتمها ومرة تقول له ربنا يسامحك، مرة تقول له الجناب تاخذ حسنات، مرة أقول جزاك الله خيرا اللي بيشتمه منها، ومرة أخرى ترد عليه بعصبية ويضرب الوجه ويضرب الرأس، نسأل الله أن يتوب عليه. وفي كل ذلك ينسى أنه ملتزم، هو ملتزم أصلا، هو مش ملتزم ابتداءً. فإذا كان إن استطعت أن تصبر فجزاه الله خيرا، ولا نريد لها أن ترد عليه بالسوء وتنهاه عن المنكر، ونسأل الله يعافيها من هذا البلاء، وإن لم تصبر فهذا بلا شك ضرر يبيح أن تطلق امرأة فيها ذلك. نعم، ما نزل بلاء إلا بذنب، قول العباس. نعم، بس الذنوب دي أصلا مش شرط إن هو غضب من الله عز وجل، بل ممكن يكون تكفير للسيئات ورفع للدرجات، والذنوب أصلا ممكن الإنسان يكون ذنب يسير ينزل به بلاء عظيم ليرفع درجته. يقول أنه قرأ في التفسير أنه عند تلاوة قوله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سبحانك بلى. هل هذا يكون أثناء الصلاة أيضا أثناء النافلة؟ نعم، أما الفريضة فلم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم. وسمعت أن جلسة الاستراحة في الصلاة لا يواظب عليها، هذا الأقرب عندي أنه يفعلها ويتركها، لأنه ليس كل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصف جلسة الاستراحة، لكن إن واظب عليها فهذا خوف. يوم عليكم السلام. حكم الاستماع
عند جمهور أهل العلم يرون تحريمه لقول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن علمت أنه يفعل به فانصحه بأن يتوب إلى الله ويبتعد عن هذا فإنه لا يزيد الأمر إلا شدة في الأغلب العام. عندها أناشيد كثيرة، شرائط أناشيد كثيرة، هل الإكثار من سماعها حرام؟ الإكثار منها يؤدي إلى ماضي في القلب في النهاية، خصوصا أن ليس كلها حسنا، لكن هي تستعمل في أوقات غير يخفي أن القلب يتعلق بها بدلا عن القرآن، إنما هي تستعمل في أوقات العمل الشديد أثناء السفر أثناء الجهاد في يوم العيد، وليس أن الديدن الدائم في العرس، ليس أن الديدن الدائم والمواظبة تكون على هذه الأناشيد. هل يجوز لي شرعا أن أسأل طالب علم أو عالم عن مسألة أعرف جوابها؟ وما الحكم الأرض أن أستزيد بجوابه؟ يعني إن كان يريد أن يستزيد من العلم بالأدلة وأن يعرف الأقوال وترجيحاتها فهذا لا بأس به. إن كان يسأل للرياء والمفاخرة وأنه يعرف الجواب ويختبر العالم ونحو ذلك فهذا يراجع نيته. ما معنى توحيد القصد والطلب وتوحيد العلم الخبري؟ توحيد القصد والطلب، توحيد الألوهية، هو أن يوحد الله عز وجل بأفعال العباد، بأفعاله هو، أفعال العبد من ركوع وسجود، يسجد لله وحده، يركع لله وحده، يذبح لله وحده، يدعو الله وحده، يستغيث بالله وحده، يستعين بالله وحده، دي أفعال مين دي كلها؟ أفعال العبد. فهو يوحد الله بقصد يقصد الله بها، لا يريد إلا وجه الله، يخلص لله، يحب الله، يخاف من الله وحده، يتوكل على الله، دي أفعال العبد. التوحيد العلمي الخبري توحيد الربوبية أن الله هو الذي يخلق وحده، أنه هو الذي يرزق وحده، أنه هو الذي يملك الضر والنفع وحده، أنه هو الذي يملك الملك وحده، دي أفعال مين دي؟ أفعال الله عز وجل. فهو يعتقد أن ذلك حق عن الله لأنه مبني على الأخبار عن الله، فهو يوحد الله ربا في أفعاله هو سبحانه وتعالى. توحيد الأسماء والصفات أن يعلم أن الله عز وجل هو العليم الحكيم السميع البصير القدير الحي القيوم، يعرف أسماء الله وصفاته، ويعرف أن اتصاف الرب عز وجل بها على ما يليق بجلاله وعظمته، ليس يشبه الناس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. دون أفتى أحد المشايخ بجواز التدخل لتحديد نوع الجنين ذكر أنه أنثى، يأخذ حيوان منوي من الزوج بعد فصل الكروموزوم واي وتلقيح البويضة فهذا الزوجة إكس. ده كلام اصلا وهم كبير، الناس بتضحك على الناس، نسأل الله العافية. فكرهم ان اي حاجة بيفكروا فيها بيتم في الواقع، ده دي خيالات نظرية، انه ممكن يعرفوا كده. الحيوانات المنوية ما بتعرفش بالضبط، عشان يعرفوا ده حيوان منوي لازم يتحط في 50 حاجة تموت الحيوان ده عشان يعرفوا يفحصوا الكروموزوم ده مش حي، مش ان هم يفحصوه يعرفوه اكس واي ولا اكس اكس وبعدين يخلوه يروح يلقح بويضة تانية. فالكلام ده مش مظلوم، ده افكار بتراودهم، وليس ان هذا امر ليه ممكن. ثم ان الامر في النهاية مش هيتم التحكم فيه حتى لو كان اكس واي، ممكن يطلع انثى في الاخر، لان فيه انزيمات معانا او هرمونات معانا بتفرز والجنين عمره 40 يوم، هي تتحكم في شكل اعضاء التناسلية حتى ولو كان اصل التركيب الكروموزومي له اكس اكس او اكس واي. ممكن الاكس واي يطلع انثى، تطلع انثى عقيم، ممكن الاكس اكس يطلع ذكر اذا زاد مادة الهرمون بفرض في الاسبوع السابع ده. فالامر ده يعني كثير جدا من الاشياء عبارة عن خداع كلامي، زي بالضبط مسألة الاستنساخ، الاغلب عندي انه كذب من اصله، ان هما ما تمش من ذلك شيء اصلا، ولا في الحيوانات ولا في غيرهم. ها؟ لا، الاصل الامر ده ما هوش مش هيغير من امر شيء، وبالتالي لم يرد فيه نص للتحليل، بس هو ما فيش حاجه موجوده فيه اصلا. استنصر. لا مش حرام، بس لو وجد، بس اظنه لا يوجد وجهه. دول بعض الناس يحتج بحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم على توجه الذكر الجماعي،
الذي يفعله الصوفية، فما الرد؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة في المسجد فقال ما تفعل ما أجلتكم؟ فقالوا جلسنا نذكر الله عز وجل، هم احتجوا بذلك. فنقول هذا هو الاجتماع على الذكر، إذا دخل عليهم داخل يقول ما أجلتكم. لو كانوا يعلنون الذكر جماعة هل يقال ما أجلتكم؟ هل يسأل عنهم ما أجلتكم؟ طالما أنهم يجهرون بالذكر ويذكرون جماعة، وإنما يقال ذلك في قوم جلسوا سكوتا في عن العلن عن الزهر بالكلام فيسألون ما أجلتكم، فيقولون جلسنا نسبح الله ونحمده ونذكره ونحو ذلك، أو أنهم كانوا في مجلس علم فهذا ذكر جماعي، هناك من يسمع وهناك من يتكلم وهناك من يسأل وهناك من يجيب، فهم مجتمعون على ذلك. هذا الذي كان يفعله الصحابة. هذا الحديث أسمعه الصحابة قبلكم أم لا؟ قطعا هم الذين رووه، أليس كذلك؟ فهل كانوا يفعلون ذلك؟ هل كان عمر وعلي مثلا وعثمان وعلي والصحابة يجلسون يفعلون ما تفعله الصوفية من التغني ومن الأذكار الجماعية بهذه الصورة؟ تظنون ذلك؟ كيف طبق الصحابة هذا؟ كانوا إذا جلسوا مع عمر رجعوا قال عمر لأبي موسى اقرأ، فإما قرأ وإما قرأ وفسر، فسر عمر لأنه أو نحو ذلك، يسألهم عن الآية. هل هذا الذي سمعه الصحابة وسمعه التابعون طبقوه بهذه الصورة التي تقولون أنتم أن هذا دليل عليها؟ بالقطع لا، لا تستطيعون أن تقولوا ذلك عن أحد من السلف. فهل أنتم أعلم بالحديث من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة؟ هل جلس مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم هذه المجالس التي تقولون أنها مجالس ذكر الجماعي وهم رواة هذه الأحاديث؟ أليس هؤلاء الأئمة أعلم بهذه الأحاديث منكم؟ فلماذا لم يفعلوا هذه الأذكار البدعية التي تقولون أنها جائزة بهذا الحديث؟ سامحهم الله، هداهم الله. أنا كنت أفضل نعم، ابن مسعود رضي الله عنه أنكر على من جلس شخص على رأسهم وقال لهم سبحوا مئة احمدوا مئة، عن خطيبة وقدامهم محصة وشخص يقول لهم هللوا مئة فيفعلون، فقال لأنتم على ملة هي خير من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. صحيح أن ده في الإنكار على الاجتماع على ذلك على رأس رجل يأمرهم بذلك، أما تسبيح المذبحة فهو خلاف الأولى أصح الأقوال. حديث الالتزام يطلب نصيحة كيف تعامل مع أصدقائي، أهم شيء اللي فيه خير منهم ائت به إلى المسجد، الذي لا يريد أن يأتي إلى المسجد ابتعد عنه فورا، انزل بنفسك، أنت كإنسان خرج من مكان يحترق ماذا يصنع؟ نعم يريد أن ينقذ الذين في المكان طالما عنده إمكانيات الإنقاذ، أما من قال لك لا أريد أن أخرج هذا مكان أنا مستريح فيه فماذا تصنع؟ تبقى حتى تحترق معه أم تنقذ نفسك؟ بادر صحبة أهل الخير وامتنع عن صحبة أهل الشر. احضر إلى المساجد قبل صلاة الفجر في الجماعة خصوصا، اجتهد في طلب العلم، اسمع شرائط واحضر دروس أهل العلم. هل صوم كفارة اليمين فرض؟ كفارة اليمين إذا لم يجد إطعام 10 مساكين فعليه أن يصوم 3 أيام متتابعات وهذا واجب. ما الفرق في معنى كلمة النصارى والمسيحيين؟ كلمة المسيحيين نسبة إلى المسيح، ونحن لا نرى صحة الانتساب منهم إلى المسيح. المسيح الحقيقي هو المحمدي الحقيقي هو المساوي الحقيقي هو المسلم أتباع الأنبياء جميعا، وأما هم فقد سماهم الله نصارى كما قالوا عن أنفسهم إن نصارى، وهي يقال إنها نسبة إلى بلدة الناصرة أو لأنهم نصروا المسيح عليه السلام في أول أمرهم ثم بعد ذلك تغير الحال. عليك السلام. هل صحيح أن الدرس أو الموعظة بعد صلاة الجمعة مباشرة بدعة؟ إذا كانت موعظة دائمة أنا لا أراها من السنة. السنة أن تكون خطبة 2 قبل الصلاة لا ثالثة بعدها على الدوام، إن كان هناك سبب يقتضي ذلك أحيانا فنعم، أما المداومة على ذلك فلا أراه من السنة. المحراب في القبلة مخالف للسنة؟ المحراب اللي ذكروا العلماء أنه مخالف الذي يختفي فيه الإمام عن بعض المأمومين، أما إذا كان ليتسع المكان لسجود الإمام سجودا صحيحا هو والمأمومين ولا يضيق المسجد فمثل هذا من المصالح المرسلة، وكذلك أمر تعريف الغريب اتجاه القبلة في المسجد هو من المصالح المرسلة.
حدود العقد مع المعقود عليها كل يوم وكل كأن ما فيش حد يسمع بكده الإجابات. الحكاية دي مش عارف أنا إيه الحكاية اللي يسمح لي أهلها، لأنه في بيتهم مأمور بالتزام ما يأذنون فيه، ولا شك أن الجماع على يده لأنهم لا يأذنون في ذلك، كما أنه إذا جامع فعليه أن يعلم، وعليه أن ينفق، وعليه أن يكفي، وعليه أن يسكن. فإذا لم يفعل واحدة من هذه كان آثما ومضيعا للحقوق وما يرضوش بخصوصه. يبطل ماشي كل مرة. الله عزيز هل الخلاف في نجاسة الخمر خلاف سائر؟ جمهور أهل العلم الأئمة الأربعة على نجاسة الخمر نجاسة حسية. أنا أرى أن الخلاف ضعيف. هل هناك رأي يقول أن مصطفى عيد يأخذ حكم المسجد؟ لا 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 أعلم هذا الرأي في أمر المسجد ككل، إنما يأخذ الحكم في اعتزال الحيض المصلى نعم، لكن ليس في أنه يصلى له لحيث مسجد مثلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا.